السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الفقه وأصوله والحديث وعلومه بجامعة المدينة بماليزيا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بك يا دكتور. أمين أمين أمين. جزاك الله عن خير الجزاء، موفق ومسدد دائما. أنتم دائما تحسنون إلينا، نفع الله بكم ويسر عليكم أمركم، وألهمنا وإياكم الإخلاص، وجعلنا القبول في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ الحبيب، ما زلنا نتحدث مع فضيلتكم حول مدار الأمر وهو القلوب، وكيف اهتمت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بقلوب الصحابة ومن بعدهم قلوب العباد. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، شكر الله لكم وأحسن إليكم كما تحسنون إلينا. أود أن يعني أرد الناس جميعا والمشاهدين الكرام إلى المسألة المهمة جدا، أن السنة وسعت كل شيء ولم تترك شيئا قط، كما أن الله تعالى بيّن أن الكتاب ما ترك شيئا قط، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن الذي جاء في الكتاب جاء مجملا، وجاءت السنة تفصل وتبين، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالآيات يسرع في البلاغ، يعني يخشى على نفسه من النسيان. وهذه أيضا تدلنا دلالة واضحة جدا على الرد على أهل البدع الذين يعتزلون في الفكر وينفون مسألة السحر. قد وقع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقع على مسألة الحفظ والوحي، لا لا. ولذلك هو كان يخشى النسيان، فماذا قال الله جل في علا تثبيتا لجنانه؟ قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك قال: سنقرئك فلا تنسى. فالسنة ما تركت شيئا إلا بيانته. وما زلنا نبين أن السنة قد يعني أخذت الناس جميعا إلى الأصل الأصيل وإلى الركن الركين في نفعهم في هذا في هذه الدنيا، وأيضا في يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحلقات الماضية تكلمنا على أن مغفرة الذنوب منوطة بالقلوب. اليوم نقول مدار الاصطفاء والاجتباء دائرة على القلوب، حتى النبوة أسها وأساسها وأصل اختيارها على القلوب. الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. إذن الأصل القلوب. وأيضا قال على الاستفاء، قال ابن مسعود: ثم نظر في قلوب العباد فورد أنقاه وأتقاه وأصفاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاستفاء والاجتباء مداره على القلب. دخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب أصله وأسه وأساسه القلوب. اللهم ارزقنا الجنة. نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. شيخ الحبيب دكتور محمد أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ حضرتك معانا يا فندم، اتفضلي. ماشي. اولا جزاكم الله كل خير عن البرنامج اللي انتم بتفضلونا بيه. واياكم. وعندي ثلاث اسئله. نعم اتفضلي. اول سؤال، انا كنت قبل كده يعني حملت على مرتين وسقطت، كان عمر الحمل كان 10 اسابيع، فكنت عايز اعرف
يعني انا ليا يعني ربنا هيجازيني زي اللي بتبقى جنينها اكتمل وتوفى، يعني ممكن ده يشفع لي برضو عند ربنا ولا لا؟ كان في تخليق لما نزل؟ تاني سؤال، يعني العمر كان اسبوعين، كان في تخليق يا امة الله؟ 10 اسابيع. في العشر نعم، اسابيع يعني عشر الجنين كان اسابيع مخلق، كان شهرين ونص. مخلقا؟ ها؟ نعم مش عارفه. لا لا اكيد، يعني انا بروح اشوف مش بلاقي فيه نبض. نبض. طيب الجزاء، بالنسبه اسال لان الله هو في القبول. حمل بتسال عن جزاء مش هي، شهرين، في هي شهرين يعني شهرين. اه يا بتش مش بتسال عنه هو، بتسال عن جزاء هي، انا ان شاء هل الله يعني ان شاء الله. يكون هذا شفيعا لها يوم القيامه ان شاء الله تعالى. نعم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، انا زوجي مش بيحكي لي عنه اي حاجه خالص، ومعرفش اي حاجه عن راتبه او فلوسه او كده، فانا لما باجي اساله انا من حق ان انا اساله ولا لا؟ وانا لما باجي اساله ساعات بيقول لي انتي ما مش تساليني، مش ليكي دعوه بحاجه، طالما بتاكلي وبتشربي وبكر عليكي خلاص، وبعدين انا ما اعرفش حاجه عن مراتي، وانا كده كده لسه ما خدتش مراتي وهو يعلم ذلك. عن فانا ميراثك يعني انت ولا ميراثه هو؟ لا، مراتي انا يسال على مراتي انا. يعني هو اخذ ميراثك؟ لا هو مش اخذ مراتي، انا ما خدتش مراتي، احنا لسه مش وزعنا الميراث اه انا ده سؤال واخواتي. تالت. اه بس انا لما باجي يعني اساله عن بقول له يعني مثلا انت فلوسك بتوديها فين او بتعمل بيها ايه، او انا ما اعرفش عنك حاجه، فبقول لي انا ما اعرفش يعني حاجه عن مراتك، روحي شوفي مراتك فين او كده يعني، وهو يعلم ان انا لسه ما خدتوش، فهو من حقه اصلا ان هو يسالني عن مراتي، هو يعني هو مش المفروض ان هو مش يعني مش مسؤول مني، انا اللي مسؤوله منه. طيب ده تاني سؤال. السؤال الثالث، كنت عايز اعرف بس صلاه الضحى لما تروح مني ينفع ان انا اصليها قضاء لله ولا ما ينفعش؟ في امان الله. استاذ صابر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. استاذ ازيك؟ عامل ناصر، ايه؟ اهلا ومرحبا يا اخي ناصر، تفضل يا فندم. اخونا ناصر، طب عاود الاتصال، بارك الله فيكم. دخول الجنه يعني مداره على القلوب، القلوب. او نعم. على القلوب. شيخ نعم. الكريم، اللهم قال ارزقنا النبي الجنه. صلى الله عليه وسلم، عليه هذا حديث في الصلاه والسلام. 70 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عدد. قال لما بات الصحابة يخوضون في صفات هؤلاء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجلي لهم صفات هؤلاء، فقال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأيضا في الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، ثم في اليوم التالي قال نفس القول وخرج نفس الرجل، وفي الثالث نفس الامر. عبد الله بن عمرو بن العاص، اتعلمون ان الصحابه رضوان الله عليهم لهم همم كالقمم، هم لا يعني لا يضيعون خيرا قط حتى ولو بالنوايا، وكانوا تجار نيه. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن يتسابق في الخيرات والى الصالحات، وجد رجلا يمشي على الارض ويبشر بالجنه وهو يعني لم يعلم له شهرة بين الصحابة، لم يعلم له أثرا في الأعمال التي يقال بأن هذا يبشر بالجنة، فذهب إليه وقال بيني وبين أبي من شيء. هذا الرواية، هذه في يعني في كلام في هذا الباب. فقال فبات عنده ثلاث ليالي. فقال إذا أنظر وأرقب ماذا كان يفعل ليبشر بالجنة. ف جاء لما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قال إذن ينادي ربه وفي السحر يستغفر وهذا وقت السماع. فلم يرد عنده لا كثير صلاة ولا صيام. قال في ظمأ الهواجر الصوم، والصوم لا عدل له، لم يجد. قال إذن النفع المتعدي وهي الصدقة، لم يجد. فلما لم يجد في هذا الباب قال يا هذا ما كان بيني وبين أبي من شيء، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه أنه بشر أنه بالجنة. فقال يا هذا لا تجد عندي كثير صلاة ولا صيام إلا أنني ما حسدت أحدا على شيء أعطاه الله إياه، كما قلنا قبل ذلك في هذا الباب. وقال ما أبيت وفي صدري لأحد من شيء. نقاء القلب أوصله إلى أن يبشر بالجنة وهو يمشي بين الناس. وهذا شيء في زماننا عزيز إلا من رحم ربنا عز وجل، نقاء القلوب. ونواصل بعد هذا الاتصال دكتور محمد إن شاء الله تعالى. أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل. لو سمحت يا شيخ أحمد. تفضل. نط التلفزيون من فضلك. ما يفعله الشيخ الرضواني على قناة
استاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الله، السلام عليكم. طيب عاود الاتصال، كلاكما يعني انقطع عنكم الاتصال او انتم يعني الخطوط انتهت معكم. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم القبول. نعم شيخنا الكريم، مساله القلوب وان هذا الامر صلاح القلوب وطهاره القلوب شيء عزيز. نعم. في زماننا خلاف زمن الصحابه، الاصل نعم. ان هذا شانهم. نعم. طهاره القلوب. نعم. ونقاء القلوب. نعم. الان حتى ترى ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه تكلم مع التابعين، قال لهم كلاما يكتب بماء ذهب، قال لهم: والذي نفسي بيده رايت منكم اعمالا انتم اشد من الصحابه اجتهادا. للتابعين اشد من الصحابه اجتهادا في التعبد يعني، لكنهم كانوا ازهد منكم في الدنيا. هم طلاب اخره، قلوبهم مالت لربهم، جمعيه القلب كان للرب. لذلك ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق الناس بكثير صلاه ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وعند ترى الإخلاص والصدق عند الطلب هذا من أهم أعمال القلوب. ربيعة الأسلمي لما وضع الوضوء للنبي، والنبي كان كريم الأخلاق، إذا ورد إحسانا يجازي الإحسان فوقه بإحسان، فلما وضع له الوضوء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تمنى علي. كما وضع ابن عباس الوضوء فكفأه، ضمه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكما قالت من عادة عائشة، هذا الخلق النبيل، عائشة قالت: شوف الكريم لا يرد هدية، يقبلها. لا يمكن تجد كريما يرد هدية بحمل الأحوال، لأن هذه فيها فساد قلوب مع انتقاص. النبي من إذا كانت هدية، كانت هدية طبعا يعني في رشاوة تسمى هدايا، إكرامية، ما تسمىش هدايا، تسمى إكرامية. إكرامية أو قهوة، ما ادري قهوه ساده او قهوه ايش بالضبط. المهم ان هي سميت بغير اسمها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي زمان على امتي يشربون الخمره يسمونها بغير اسمها. وقس على ذلك، الغلط انه كان يقبل الهديه ويثيب عليها من كريم خلق النبي. فمعاويه لما وضع له الوضوء او ربيعه لما وضع له الوضوء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى علي. انظر الصدق هنا، قال: مرافقتك في الجنه. الله، طموح طموح وهم، هي هذه نابعة من القلب حضرتك. يعني الهمم الراقية تنبع من القلب، وكلما امتلأ القلب إيمانا ويقينا كانت الهمة أرفع إلى السماء، وكلما كان فيه الغبش والدغل والحقد والحسد لا تجد همة، لا ينظر إلا للأرض. فعند نزول الأرض التزاحم أشد ما يكون، الأرض ليست رحبة، ضيقة جدا، فتزاحم على الكراسي، تزاحم على الأمكنة، تزاحم على المقدمة، تزاحم. لكن لو نظر إلى السماء وجعل القلب قبلته العرش فهو أرفع الناس، ولن يهدأ له بال حتى يصل إلى المنطقة الذي ينظر إليه، فهدفه هو سعادته وهو الذي يقوده. لذلك ربيعة قال للنبي، هذا نابع من القلب، هو الآن ربيعة قال له: مرافقتك في الجنة. النبي نظر المسألة هنا الفردوس الأعلى وهو مع النبيين والصديقين والشهداء، قال له: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذلك. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: إذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. ده سبب مجمل الصدق. الصدق هو هذا. ناخذ الاتصال ونواصل. نعم. شيخنا الكريم أستاذ حسني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حبيبي الغالي، تفضل. الله منور قناة النظر. الله يجزاك، أسأل الله أن يغفر لنا ما لا تعلم. تفضل يا فندم. أنا أسألك الدعاء أنت والشيخ والنبي. وأنت كذلك تدعو لنا، ربنا يحفظك. تفضل. عندي سؤالين. تفضل يا فندم. يزيد فضلك. انا دلوقتي اما بيكون مثلا بنصلي والشيخ اللي بيصلي بينا بيقول: سمع الله لمن حمده. الله. في ناس بتقول: اللهم لنا ولك الحمد. والله اللهم لك الحمد. انا بس عايز استفسر في الحته ديت. اللهم لنا ولك الحمد. لا، أنا مثلا بتقول: اللهم لك الحمد. واضح الكلام يا عم حسني، ربنا يتقبل. ماشي. السؤال الثاني ايه؟ امين يا رب. والسؤال الثاني دلوقتي، انا راجل كمثلا، انا راجل كجاهل. لا انت ما انت لا انت ما شاء الله عليك. ان شاء الله انت طالما بتتفرج على الشيخ محمد وتابع قناه الندى واهل الذكر، ان شاء الله لا تصف نفسك بهذا الوصف. انت ارفع من ذلك بكثير. انا راجل كبصمجي بس، يعني ما فيش، ما اعرفش اقول لك.
اتفضل. فجنبينا مسجد. فمثلا انا بخش اصلي فالناس بيدخلوني امام. انا بقى بصلي بكل اعوذ برب الناس بكل الله احد. فيعني المسجد مش داخل الاوقاف خالص عامه. بالمجهود الذاتي من عندنا احنا يعني. فهي كده ينوبني ذنب في مثلا بصلي بالناس جماعه. هسألك سؤال يا عم حسني، بعد الفاتحة وسورة الإخلاص أو أي سورة حضرتك تقرأها تحسن قراءتها؟ بحسن قراءتها الحمد لله يا رب. عظيم، أسأل الله القبول. حاضر. وجنبي يا راجل شيخ، يعني جنبي يا راجل في علم الفقه، بستفسر منه في حاجات يعني، وحتى في الفاتحة بعد حاجات كده أنا بقعد أقرأها قدامه وبكرر عليها يعني لو في غلطات بيعرفها. صح عليه القراءة يعني ما شاء الله. حاضر. استفسر حاجتين دول واسالكم الدعاء والنبي. قل لا اله الا الله. محمد رسول يعني الله. دي شيخنا يعني يريد ان يقول لك ما تقولش والنبي. ربنا يحفظك يا عم حسن. قل لا اله الا الله. فامان الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدار القلوب وموضوع القلوب. نعم. ما اظنش ان احنا نكتفي عنه في هذه الدقائق القليله شيخ كريم في صدر كل حلقه. التركيز الكلي على تربيه النفس اصلها في طهاره الداخل الباطن. نعم. وكل الظاهر يرتكز على الباطن، ولذلك انت ترى نظر الرب ينصب على القلب. في بعض المدعين شيخنا الكريم ياخذون هذا الكلام الطيب الجميل لكنهم لا يعملون ولا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا اي ولا حج ولا اي عمل صالح، ويقولون الله رب قلوب. فهذا قول حق يراد به باطلا. نعم. نعم. هو الحق الله رب القلوب. نعم. نظر الرب ينصب على القلوب. نعم. لكن ما أدمر في القلب لابد أن ينضح على الجوارح، يترجم إلى أعمال، وإلا هذا منهج المرجئة. المرجئة يقولون ذلك، وهذا فرع عن أقوال المرجئة. فالصحيح أن كل ما كان في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أسأل أن يصلح قلوبنا. أمين. أمين. وفساد قلوبنا. أمين. أمين. ونواصل أهمية واهتمام السنة. نعم. بالقلوب. نعم. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مع حضرتك ونبدأ إجابة الأسئلة إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ عماد السلام عليكم. أخونا الأستاذ عماد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد أهلا مرحبا أخي الحبيب. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك رب. وفيك بارك الله. تفضل. وفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفور ربنا يبارك لنا فيه. الله يحفظك يا رب. ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظك. جزاكم الله خيرا. الله يجزيك. كنت بسأل حضرتك يا شيخنا، والله ربنا يبارك في حضرتك. وفيك بارك الله. تفضل. سمعت حديث انا مش حافظه بالظبط الصراحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ان هو يعني مثلا في مجمله او في معناه ان الواحد لو رأى المتبرجات او كاسيات العريات يعني فلعنهن فانهن ملعونات. فعايز اعرف بس صحه الحديث. طيب حاضر. هل يعني مثلا طبعا انا ما قلتوش طبعا بالنص مش حافظه، بس انا طبعا الحديث موصل فيها من زمان، سمعته من سنين قوي يعني من فتره كبيره. بس هل الحديث صحته وكيفيه توجيه هذا الحديث، وهل اللعن يكون للانسان لذاتها ويعني نسقطه على عين ولا مطلق التبرج وعموم التبرج؟ شيخنا هيبين لك معنى الحديث وصحه الحديث يا استاذ عماد. اتفضل يا فندم. اتفضل. الدعاء اللي من النصارى. طب عاود الاتصال. نعم شيخنا الكريم حبيبنا الغالي فضيله الدكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحه والعافيه. احسن الله. واليكم احسن الله رب العالمين. امه الله صلى أن يعوضها خيرا. أمين. يعني أمين. سقطت مرتين في أسابيع، عشرة أسابيع، والجنين في الغالب لم يكتمل. فهل جزاؤها مثل ما يكون الجنين قد اكتمل شيخي كريم؟ وطبعا أصلا. نعم. المسألة جاءت على موت الأطفال لا الأجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنها من قدمت ثلاث فكنا جنة لها من النار. فقالت امرأة واثنين، قال واثنين، ولو قالت واحدة لقال نعم. فالمسألة دائرة على أنه يعني أخذ حظا من قلبها عندما ترعرع بين يديها ثم مات. لكن هي تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، وهذا بلاء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وهي قد رضيت، وهذا رضا بقضاء الله للفلاء من أعظم أعمال
القلوب، فهي تنزل تحت هذا هذه المكافأة العامة. وإذا الله جل في علاه أخفى العطاء فلا تصور، فلا حد ولا تصور له. فعندما قال فمن رضي فله الرضا، كفى برضوان الله جل في علاه. ورضا الله جل في علاه قد يستديم ولا يسخط على العبد أبدا، ويكون معناه وفحواه أن تكون لها الجنة يا رب. ونسأل الله أن نكون جميعا كذلك، وأن ننزل تحت رضوان الله جل في علاه ما دام قد رضيت بقضاء الله جل في علاه. أما حديث كنا جنة له من النار، هذا حديث على الأطفال وليس على الأجنة. نعم. لكن نطمع في رحمة الله عز وجل، ولا تنزل تحت عموم، ولا نحجر ولا نحجر واسعا، وأسأل الله أن يجعلها من أهل الجنة. أمين. أمين. أمين يا رب العالمين. أستاذ أبو خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شيخ أحمد. اتفضل يا فندم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نقطة التلفزيون من فضلك. ثانيين في أرض زراعية وكده، فما في شيء كهرباء أصلا يعني، فاحنا موصلنا. ثانيين في أرض زراعية وما فيش كهرباء أصلا، فاحنا وصلناها بالقيود الذاتية وكده يعني. وما عندناش عداد. ما عندناش عداد، فبنا يعني مولعين كهرباء كده يعني زي سرقه كده او حاجه يعني، وميه. هو في الغالب بيبقى الحاجات دي بتبقى يعني ما بيبقاش فيها عداد، ولكن بيبقى في حسابات برضو يعني، وان كانت جزافيه. احنا ما بصراحه بنقدم على العداد ما بيجيبوش، مقدمين على العداد ما جابوش بصراحه. يعني انتوا قدمتم؟ بنقدم ايوه، ما بنجيبش يعني كتير او مقدم ما جالوش. واخبرتموهم المسؤولين يعني ان انتم موجودين وان انتم عاملين كده وان احنا عايزين عداد، صح؟ ايوه. طيب عظيم، شيخنا يجيبك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله زوجي لا اعلم عنه شيئا، ويبدو ان هو لما بتساله بيقول لها انت ليكي تاكلي وتشربي وبس، وانت بتسالي ليه؟ هو انا اعرف حاجه عن ميراثك اللي انت ما تعرفوهوش، فجاي تساليني؟ ما تساليش، انت ليكي مصاريفك وبس، يعني كما فهمت من سؤالها. نعم نعم. فهل له ان يقول لها هذا؟ وهل لها ان تساله شيخي الكريم عن والله هذه الامور من حسن العشر. من حسن العشر. حسن العشر، وقد نعم. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فانهن اعوان عندكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا مع ازواجه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. أما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لحديث أم زرع الطويل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأراد أن يتقرب إليها ويقول: كنت لك مثل ما كان أبو زرع لأم زرع، غير أنني لا أطلقك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فمن حسن العشرة أن يجلس معها يبين لها أموره، لأنه في يعني في أحوال العمل قد يتحمل المشقة واللأواء، لا يجد من يحنو عليه مثله، ولن يجد من يخشى عليه مثلها. فالحق أنه يعني من الأنس واللطف أن يرق لها وأن يحكي لها، لأن الإنسان بطبعه صغير في القلب، يعني هو كطفل يحتاج إلى من يحنو عليه، مع أنه ممكن يحمل الجبال على رأسه. فلن يكون ذلك إلا من امرأة لها ما لها من الحنو والرقة والعطف، وهي سكن حقا له. يعني سؤال عادي، والمفروض أنه يعني يجيبها، والحق أنه أصلا يحسن إليها بحسن العشرة وحسن المردود من حسن العشرة. وهذا من كمال الإيمان، لكن لا يلزم، يعني مش فرض، لا يلزم، ليس فرضا، لا يلزم. تمام. لأن أصل حسن العشرة الكسوة، وال أن يكسوها من حيث اكتسى، وأن يطعم من حيث أطعمه، وأن يحسن المعاملة. المعاملة واللفظ والكلام والتصرف، طبعا ما يبقاش الإنسان فيه فجاجة كده. قال يعني أكمل المؤمنين إيمانا، مش كله أنت ساكت يعني. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع عائشة، وكيف كانت عائشة تتعامل. عائشة يعني تجر النساء إلى أن يمنع النبي من أن يأكل المغافير من الغيرة، وهو ينزل على رغبتهن. يعني هذه من حسن العشرة. جزاك الله خير شيخنا الكريم. صلاة الضحى هل لها قضاء؟ صلاة الضحى بعض العلماء يقول ليس لها قضاء، لأنها مؤقتة بوقت، ووقتها حين ترمد الفصال، هذا أفضل الوقت، لكنها من بعد طلوع الشمس إلى أن يعني ترتفع قيد رمح إلى الزوال، قبل الزوال حتى تسجر وقت تسجير النار. فإن فات وقتها فلا قضاء، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فإن فات وقتها فلا قضاء.
جزاك الله خير. الا اذا كانت الراتبه التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاؤها. فالضحى لم ياتي دليل على قضائها، وهي مؤقته بوقت، والقاعده العامه العباده المؤقته بوقت اذا فات وقتها فاتت لا تقضى الا اذا جاءت ادله على ذلك. الا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصلي وقتما ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك، لكن لم يعهد عن قضاء الضحى. جزاك الله خير. استاذ حسني يسال عن قول الامام: سمع الله لمن حمده، ويسمع البعض يقول: اللهم لنا ولك الحمد. هل هذه المقوله صحيحه؟ لا، ليست صحيحه ايضا، وهذا ذكر توقيفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا لك الحمد. لك الحمد. وفي روايه في الصحيح ايضا قال: ربنا ولك الحمد، بزياده الواو. هذا الذي جاء على نبينا صلى الله عليه وسلم، واقر نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء الرجل الذي قام، قال لما قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الى اخر الحديث. قال: وجدت 30 ملكا يبتدرونها. من قال ذلك؟ هو اقر النبي، هو يتمسك بها. من يقول ان العبادات ليست توقيفيه، خطا بين، بل العبادات توقيفيه، لانه لما قال ذلك جاء الشرع مقرا، ولما قالوا كانهم تقالوها جاء الشرع منكرا. فالمسألة بأسرها توقفية، لأن الشرع يقر أو ينكر. بعد موت النبي لا يأتينا أحد يقول: أنا سأفعل مثل ما فعل هذا الرجل وأقول: ربنا لك الحمد، وأخترع ذكر. نقول له الآن: الوحي سينزل عليك، يقر أو ينكر؟ الإجابة لا، وإلا سيكون شيطان رجيم اللي بيأتيه هذا الشيطان، صحيح؟ لا. يبقى لما يقول لا نقول له: إذن الشرع هنا يجعلني أقول كل عبادة توقفية لا نعدو ولا نتجاوز ما جاء الشرع به أو حده. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. وفي معنى بلاغي، معنى الحصر والقصر. الله أكبر. تقديم شبه الجملة الجار والمجرور يفيد أن لك الحمد. يعني من حق التقديم نؤخره، من حق التأخير نقدمه. لا، وهنا في الحصر وقصر. لك وحدك الحمد. الله. فأعظم من ذلك عقيدة بقى هو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمع الله لمن حمده، فأثبت السمع لله. السمع سمع إحاطة، هو سمع الربوبية، وسمع إجابة. هنا المقصود به قربه من المؤمنين، قرب لنا من المؤمنين. معنى سمع الله أي سمع دعاءك بالثناء عليه وسيجيبك. جزاك الله. ويكفي الكريم التعريف بالثناء. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا الكريم، أخونا العم حسني أيضا أحيانا يدخل يصلي إماما، وهو يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره، يحفظ القليل من الصور. جزا الله خير. والحمد لله يتقنها لله. ويصححها على يد أحد الأحباب، وهكذا يقرأ بسورة الإخلاص أو بقصار الصور. نعم. فما حكم هذه الصلاة؟ أولا حكم الصلاة الحمد لله صلاة صحيحة. الركن الركين من الصلاة قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالركن الركين من الصلاة هي قراءة الفاتحة. فإذا قرأ بالفاتحة دون أن يقرأ بسورة فالصلاة صحيحة. لكن أنا أقول وأريد ألفت الانتباه إلى أن ترتيب الإمامة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يؤذن لكم أحدكما ويأمكما أقرأكما. فالأقرأ هو الذي يقدم، الأقرأ عند المالكية والشافعية هو الأفقه، وعند باقي الأئمة هو الأحفظ للقرآن. فمن كان أحفظ وكان أفقه هو الذي يقدم، وإن قدم هو فالصلاة بفضل الله صحيحة، ليس فيها ثمة شيء ما دام قد أتى بالأركان. وركن القراءة في الصلاة هي الفاتحة فقط. نعم، جزاك الله خير، صلى الله القبول يا حاج حسن، صلى الله أن يتقبل منا جميعا. أمين. أستاذ عماد سأل حديث عنهن فإنهن ملعونات. أولا شيخي كريم، على التبرج يعني، معنى الحديث، صحة الحديث ومعناه، وكيفية توجيه هذا الحديث، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يعني مرحبا يا أختنا، تفضلي. سؤالين. ارفعي الصوت من فضلك. السؤال الأول. نعم. لو شخص غير مسلم طلب مني دعاء فماذا أدعو له؟ جزاكم الله خير، حاضر. نعم شيخنا الكريم، أخونا عماد، معنى حديث لعنهن فإنهن ملعونات. أولا حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. لعنهن فإنهن ملعونات على المتبرجات، على أساس أن التبرج يعني معصية، ويجر إلى معصية، لا سيما الأحاديث الكثيرة التي نهت عن ذلك، والآيات التي جاءت بالعفة والطهارة
تغطية المرأة لنفسها وستر المرأة لنفسها إلا ما ظهر منها كما جاءت الآيات. لكن هذه المسألة تخص مسألة مهمة جدا وهي اللعن الذي جاء المطلق هذا. في شيء عندنا النوع والعين، هل اللعن هذا جاء لعن معين بذاته؟ يعني إذا ولد المتبرجة قال لها يا ملعونة؟ ها في بعض الناس شيخنا كريم يظن هذا، هذا جهل مركب يعني، وأنا شاهدت هذا بنفسي من سنوات طويلة وقال لعنة الله عليه، هذا جهل مركب. نعم. وهذا تنفير حتى من نعم. الإسلام وأحكام الإسلام، هو مش فاهم ومش فاهم طبعا. نعم. ويطبق وغير فاهم. عشان كده قلنا لابد الإنسان أن الناس في هذه الأبواب ترجع للعلماء، ومسألة الإنكار أو الأمر هذه دائرة على العلماء في هذا الباب إن كانت باللسان. فلعنهن فإنهن ملعونات هذا حكم عام. لا. إسقاطه على العين لا يجوز، لعن التبرج عموما، على التبرج عموما. نعم. وليس على شخص بعينه، قد يكون الشخص بعينه هذا من أفضل الناس عند الله، ومعصيته الوحيدة هي هذه حتى يتوب الله عليه، حتى يتوب الله عليه فيها. والدلالة على ذلك في التفريق بين النوع والعين، عياض بن حمار كان يشرب الخمر أنهارا ويؤتى به فيجلد ويؤتى به فيجلد ويؤتى به فيجلد. ففي مرة خالد بن الوليد تعجب من كثرة ما يؤتى به ويجلد من شرب الخمر كبيرة لست بالهينة، وهي ملعون صاحبها شاربها وساقيها وبائعها، لعن في الخمر عشر. فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هنا الآن هو يقول لعنة الله عليك، والنبي يقول لعن في الخمر عشر. الحكم هو الآن لعن في الخمر عشر، يعني الشارب ملعون، صحيح ولا لا؟ لما جاء خالد يسقط على العين أنكر عليه النبي قف لا تعين عليه الشيطان، لا والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يعني لما نأتي نأخذ نصا لابد أن نأخذ بقية النصوص وهذا حتى لا حتى نستطيع أن نطلق حكما ممتاز. لو نعم. نظر بعين عوراء لابد أن يأتي بالحكم مبطور، صحيح. يأتي بحكم مبطور ويفسد أكثر مما يصلح، ويحسب أنه يحسن صنعة. النبي قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن فلان وفلان، لعن ستة. لما كان في غزوة أحد بأبي هو وأمي في غزوة أحد، المغفر يعني دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدمى وجهه، فقال يعني قوم أدموا نبيهم، اللهم لعن فلان وفلان وفلان. لم يقبل الله جل في علاه منه ذلك، بل قال ليس لك من الأمر شيء، مع أنه كافر يدعو على الكفار. لا يجوز لعن الكافر تعينا، لكن يجوز الدعاء لهم اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، اللهم اصلحهم، اللهم اهدهم الى الاسلام، لاننا رحمه على الناس لسنا. نعم. عذابا. نعم. ومهمتنا هو جر الناس بالسلاسل الى رضوان الله جل في علاه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو سيد الخلق، الله جل في علاه رد عليه، قال ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. السته اسلموا. وسهيل وقف موقف ابي بكر رضي الله عنه وارضاه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله في السماء حي لا يموت. الله. موقف اعظم ما يكون في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق اننا نقول هناك فرق بين النوع وبين العين. قد نقول بأن اللعن جاء على الإجمال، إسقاطه على العين لا يجوز إلا بتطبيق الشرع كلية. لما لعن الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. نعم، أظن كده حضرتك أجبت على سؤال الأخت المتصلة الأخيرة. نعم، أبو خالد بنو من معنا؟ أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. لا الصوت غير المكان اللي حضرتك واقف فيه من فضلك. انا بوصلني ببنطلون وهو مش ضيق يعني، لكن انا لما اجي مثلا اقف احس يبقى واسع يعني، لكن لما اسجد احس ان هو يعني بيجسم العوره. يعني لو كان بيركع او يسجد هل بيحد العوره؟ بس السؤال اللي سامعه شيخي يسألك، هل البنطلون اللي حضرتك لابسه او اثناء الصلاه يحدد العورة عند الركوع أو السجود؟ عند الركوع أو السجود؟ وأنا راكع يعني
طيب متاكد يعني، بس هو يكون ضيق يعني. طيب حاضر، حكم الصلاه كده يعني ايه؟ لما اقف مثلا ضيق يعني زي طيب. فأمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو خالد بناء على أرض، بنوا على أرض زراعية بجهود ذاتية وما فيش عدادات كهرباء عندهم. شيخ كريم هم قدموا لكن العداد لسه ما جالهمش، بس عندهم كهرباء دلوقتي. حكم الكهرباء دي إيه؟ لابد تحسب. تحسب بالقياس، بالنظر، بغالب الظن. تحسب ويدفع حقه. هو في حاجة بيعملوها هم يعني، لما يكون في عماره طالعه او ما فيهاش عدادات وبيبقى معلوم بيها ومتسجله ان العماره دي طالعه، معروف ان ما فيهاش عدادات، بيبقى كل 3 4 اشهر بيبقى مبلغ وزافي يروح هو يدفعه. المهم وتقبل. نعم. ويقبلون حاجه يعني كده خلاص، يعني يروحوا يسالوا على حاجه زي كده. لابد دي حقوق لابد ان تؤدى. الاموال العامه دي حقوق لابد ان تؤدى. نعم. ولا يجوز في حال من الاحوال استهلاكها دون المقابل، هذا لا يجوز في حال من الاحوال. بس هم بلغوا. نعم، لكن الجهة المسؤولة لو بلغوا الجهة المسؤولة وبعد ذلك لا يدفعون، المفروض يذهب ويقول أنا أفعل كذا وتعالوا عايزين نجيب معاينة. ممتاز. والكهرباء لم تأتي المعاينة وعايزين عدادات لم تأتي. وتأخرت وتقاعست، وهذا تقاعس منهم. هل التقاعس داعي إلى بخس الحقوق؟ بالطبع لا. يبقى إذا لابد يدفع الحق ويعرف، لأن هذه أموال عامة أصلا لتعلم فيها أن هي إما هي بتدخل لنفع العموم أو أيضا سينتفع بها كثير من العامة الذين يحتاجون إليها. فالحق أن هذه حقوق لابد أن تؤدى، فيحسبها بغلبة الظن. ده هم اللي بيعملوا كده، الجهة المختصة. نعم. نعم. إن لم يكن هو يقيس من بجانبه الساعات التي يستخدمها، هذه الساعات كم تكون بغلبة الظن، ويحسبها ويدفعها. نعم، جزاك الله خير. وهذا واجب. جزاك الله خير. من معنا؟ السلام عليكم. نعود إلى اهتمام السنة بقلوب النبي، قلوب الصحابة، وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب الصحابة وقلوب الأمة. قلوب الصحابة. نعم. رضوان الله عليهم. نعم، احنا قلنا بأن دخول الجنة كان على مداره على القلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، هذا علو، ودخول الجنة من غير حساب بسبب أعمال القلوب. يبقى إذن مدار السنة أرادت أن تربي في الأمة بأسرها أمرا مهما، هو طهارة القلب، وأن أعمال الجوارح مهما علت لا تصل إلى أعمال القلوب. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأعمال القلوب أصل أعمال الجوارح أعمال القلوب. وأيضا السنة أرادت أن تطهر القلوب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، فإذا هو جعل دخول الجنة من أول وهلة من غير سابقة عذاب ولا حساب على طهارة القلوب، بل أعمال القلوب لا يسترقون لا يكتوون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا قال يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا علمنا صدوق اللسان، من مخموم القلب وما مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي الذي لا يحمل غلا ولا بغي على أحد. وهذه هي يعني، لذلك أدواء القلوب مهلكة، ونقاء القلوب كما قلنا يصل بالمرء إلى المعالي، اصطفاء وأيضا مغفرة وأيضا دخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إذ نظر الله جل وعلا ينصب على القلب، وما في القلب من إيمانيات، من توكل، من خوف، من رجاء، من رغبة، من رهبة. قال الله جل وعلا ربكم أعلم بما في قلوبكم، في نفوسكم، ليه في قلوبكم، في نفوسكم. إن نعم. تكونوا نفوسكم. صالحين. نعم. وصلاح القلب، هنا صلاح القلب أصله ومداره كما قلنا على الطهارة. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. أم أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد. الحمد لله، أهلا ومرحبا، تفضل. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. أنا أستاذ أحمد، أنا كنت يعني كنت ببقى في مشاوير كده وأجي بطلع ممكن أكسل عن العيشة صراحة، بيبقى كسل، تعب مع كسل يعني. فكنت اصلي تاني يوم اصلي العشاء مع العشاء اللي هي بتاع مثلا النهارده، واصلي العشاء اللي فاتتني، واوتر وتر واحد، واجي في قيام الليل اصلي الوتر اللي هو فاتني، اصلي اللي فاتني. وسؤال تاني يا شيخ يا استاذ احمد، اتفضل. سؤال تاني لو سمحت. نعم. كنت واخدة مية من الشارع سنة سليمة من غير عداد،
ما انا عايزك توطي التلفزيون يا ام اشرف من فضلك، انا اسف. ماشي يا عشان راجع الصوت مخليني مش سامع كويس. اتفضلي. كنت واخده ميه من الشارع سنه. اخذت ميه من الشارع عداد. ايه؟ سنه كنت مدخله ميه في الشقه من غير عداد من الشارع. ايوه تمام. فيعني وبعد كده انا دخلت عداد بس كنت حاسه بالذنب، يعني ادي الفلوس لمين يعني، ولا وداها يعني اداها لله ولا وداها في بالظبط. حاضر. يا رب يكرمك يا رب ويقضي عنا وعنكم جميع. يا رب يبارك فيك. ويعني سامح هي برضه خايفه يعني من الحساب وكده. يا رب يرزقنا وياك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده. فامان الله يا اختنا. نعم شيخنا الحبيب اخونا الاستاذ محمد بيصلي او يصلي ببنطلون ويشعر عند الركوع او السجود بضيق هذا البنطلون، فما حكم هذه الصلاه؟ حقا يعني هذا على المعتاد وهذا في كثير من الاخوه، اذا ركع تحد العوره، واذا سجد لا سيما اذا فرج بين رجليه لا يضم تظهر حد العوره، هذا تبطل صلاته. تبطل صلاته بذلك. لذا انا اهب به ان ياتي بقميص طويل الى الركبه حتى يعني يتفادى هذا الباب. نعم. لانه حد العوره ينزل منزله ظهورها. وشرط صحه الصلاه ستر العوره. شرط صحه الصلاه ستر العوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاه حائض. حائض يعني ليست حائضا، حائض يعني بلغت المحيط الا بخمار. والنبي صلى الله عليه وسلم امر جابر انه لو كان يلبس ازارا، لو كان واسعا رحبا فيلتعب به، والا فيتزر به من باب ستر العوره. فستر العوره شرط في صحه الصلاه، وحد العوره كظهور العوره، فتبطل الصلاه بذلك. نسال الله عز وجل. فاولى ان يلبس قميصا الى الركبه حتى يتفادى هذه المساله. ما دام يلبس البنطال وعند الركوع يحد العوره، فالصلاه تبطل بذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اختنا، تفضلي. جوزي اتصل اول امبارح وسال على ان احنا عندنا حاجه وهنبيعها وبعد كده هنرجع نسدها تاني. صاحب سؤال البقره. بس هي الحاجه دي يعني احنا محتاجين قرض مثلا من ابويا انا، فاحنا ما عندناش، هو الحاجه عنده هو، وهو يعني موافق ان احنا نبيعها، بس اللي هو احنا متفقين معاه ان هو ياخدها، عارف برضه ان احنا هنرجع نسدها له بعد مثلا شهرين ثلاثة. هي كده ممكن تخش يعني حرام او حاجه زي كده؟ حاضر. انت عارف الصوره كيف؟ هم عندهم اعزكم الله محتاجين فلوس، عايزين قرض من ابيهم. يا تورق. تورق. هيدوا له اعزك الله البقره اللي عندهم، وبعد ما ربنا ييسر لهم الامر هيرجعوا يشتروها منهم من والدهم تاني. دي عينه. بس التورق هذه عينه مش حرق سلعه. نعم. لا 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 خالص. هم محتاجين فلوس. نعم. مش اكتر من كده. نعم. ابو ياسر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أبا ياسر، تفضل. ربي يكرمك ويبارك في عمرك. أبو ياسر مع حضرتك. أبو من؟ أبو آسر. آسر، ما شاء الله، ربنا يحفظه لك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. والله يا صباح الخير، بعد إذن حضرتك. اتفضل. أول سؤال، هل يجوز في النصف الثاني من التشهد نختصر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام. الله عليه وسلم. ادي السؤال الاول. تقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك وعلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وال بيتي. حاضر. نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، توفي رجل وترك زوجه وابناء ذكور واناث يعني. فتريد الام ان تتنازل هي عن ترك زوجه وابناء. ما انت بتتكلم عن ام هنا، يبقى ترك زوجه وام وابناء. لا، الام ام الابناء اللي هي زوجته يعني، صح كده يا استاذ ابو ياسر؟ ايوه محمد. يعني زوجته اللي هي ام الابناء. طيب تريد ان تتنازل عن يعني حقها في زوجها لاولادها. لا، زوجه واولاد. زوجه واولاد ذكور واناث. زوجه واولاد. فالام تريد ان تتنازل عن نصيبها وان لابنائها يعني. فهل يقسم، هل يقسم نصيبها على ابنائها قسمه الشرع يعني اللي ذكر مثل حظ الانثيين، اما انها توزع بالتساوي؟ دي عطيه هبه. حاضر، مش ميراث. شيخنا هيجيبك. حاضر. فامان الله. فامان الله. نعم شيخنا الحبيب ابو ام اشرف. طيب رحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا مرحبا يا فضيلة. كنت عايز أسأل
على النمص. النمص بالنسبه للنمص دوت يعني تعرفوا ايه بالظبط؟ ولو الواحده مثلا عاوزه تشيل يعني حاجات خفيفه كده من الحجب من فوق خفيف كده ان هي تسويه، بس دوت بيعد من النمص وحرام ولا حلال؟ وسؤال تاني لو في واحده يعني معاها فلوس وعاوزه تعينها في البنك للامان يعني هي تحافظ عليهم عشان من دول ما فيش امان، ده حرام ولا حلال؟ يعني يعد من الربا ولا لا؟ حاضر. ولو ليها فوائد بتاخدها ولا بتسيبها او تاخدها وتطلعها لو هي فيها شيء من الربا؟ جزاكم الله خير. واياكم. استاذ اسلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حبيبي. لو سمحت، والدتي عندها مشكله في رجليها يعني بتصلي وهي واقفه، وكنت عايز اسال بس عن حكم صلاتها وهي واقفه، هل يعني في ركوعها وسجودها تكون واقفه؟ ايه الصح ان هي تركع وتسجد وهي واقفه، ولا تقعد على كرسي؟ طب هو الايسر ليها ايه؟ هي بتقدر تستطيع ايه؟ الايسر ليها ان هي تقعد على كرسي. لا بعد اذنك، ما هي تصلي الصلاه كامله وهي واقفه وتستطيع الجلوس على كرسي. لا المهم هي تستطيع تكملة الصلاة واقفة ولا ما تستطيع؟ هذا فاصل في الخطاب. هي لو تحملت على نفسها تستطيع. طيب. لا بتجد مشقة يعني مشقة شديدة عليها إيلام؟ هي عايزة الصح يعني هي ممكن يعني هي تجد مشقة. ما هو الصح يا أستاذ إسلام إن شاء الله على حسب استطاعتها هي. بالضبط. تمام؟ نعم. يعني لو هب إنها مش قادرة تقف، الشرع مش هيجي يقول لها بالعافية هتقفي. نعم. فهل هي تستطيع الصلاة وهي واقفة أم هذا يكون فيه مشقة عليها؟ أستاذ نعم. إسلام نعم يا فندم. واضح السؤال؟ واضح السؤال. الإجابة من عندك فيها مشقة؟ هي الإجابة من عندها بقى، فأنا هقول لها لو فيها مشقة هي تقعد. تمام. الشيخ هيقول لك الصورتين، ربنا يمتعك بالصحة والعافية في أمان الله. نعم شيخنا الحبيب دكتور محمد. أم أشرف لو في مشاوير وتتكاسل عن صلاة العشاء وفي اليوم التالي ستقضي صلاة العشاء وتصلي الوتر وتقضي أيضا الوتر السابق. نعم شيخنا الكريم. طبعا تتكاسل هذه هي يعني هي صادقة مع نفسها. ننصح لها. نعم. ننصح لأنفسنا وننصح لها، عمود الدين الصلاة، الركن الركين من الدين الصلاة، أعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، لا سيما وأن تركيز القرآن جاء في الأمر بالصلاة، أقم الصلاة لذكري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، وقال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، وقال أعظم من ذلك زجرا وتخويفا وإرعابا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طبعا الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة يرون أن الكفر دون كفر دون كفر، بأنه على شفير هلكة، بأنه فاعل لكبيرة. فالتكاسل عن الصلاة هذا أمر جلل، عليها من التوبة والأوبة والاستغفار وكثرة الطاعات والصدقات على الله يسد لها هذا الخلل يا رب. هذه أولا. ثم المسألة الثانية مسألة خلافية بين العلماء، هل تقضي ما دام تركت الصلاة فقط تكاسلا، فهل تقضيها أو لا تقضيها؟ الأئمة الأربعة يقولون بأنها تقضيها وجوبا، لأنها لم تأتي بما أمرت به. وبعض العلماء من المحققين، وإن كان البعض يرى أن هذا شذوذ وليس بشذوذ، يرى أنها لا تقضي، ليس عليها القضاء إلا أن تكثر من السنن، لأن السنن هي التي تسد خلل الفرائض. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال من نام عن صلاة أو نسيها، فعدد على حالين بوصفين يترتب عليهما القضاء، من نام عن صلاة أو نسيها، تبقى الوصف الثالث. ما هو الوصف الثالث؟ تعمد تركها. نام نسي، يبقى الثالث هو إيش؟ تعمد تركها. أغفل الثالث وذكر النسيان وذكر النوم. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة فله القضاء، ويكون هذا كأنه على خلاف أصولي بين العلماء، هل هذه تسمى أداء أم قضاء؟ هذا خلاف أصولي، لكن يقضيها. طب نسيها، النسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لا عتب عليه.
فالنسيان ايضا يقضيها، لكن المتعمد اغفله النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، ما قال بان يقضي. فلذلك نقول الاكثار من السنن اولى له. فان قال ان اخذت بقول الائمه الاربعه بالقضاء وان تقضي بنفس الوقت كما فعلت هي ولها ذلك، او تكسر من النوافل، وهذا الذي اميل اليه. نعم. ان تكسر من النوافل، وفي النوافل سد الخلل الفرائض، لكن اياها ثم اياها التكاسل في ذلك، قد يقبض الله الروح على تكاسل في الصلاه. كيف سيفعل؟ نسال الله السلامه، نسال الله السلامه لنا ولها وللمسلمين وللمسلمات. اللهم امين يا رب العالمين. كان واخده ميه من الشارع بدون عداد مده عام، لكن الحمد لله دخلت العداد. فالفلوس خير. اللي عليها لو هي قدرتها تدفعها ازاي؟ اولا نشكر لها الورع، ونشكر لها ايضا انها تخشى على نفسها ان تكون اخطات. اقول لابد ان تحسب هذا العام وتسال الثقه الامين يبين لها سحب الانوار في او الاضاءه في هذا الوقت، مده هذا الوقت كم يمكن ان يكلف. إن قال أحدهما بعلو وقال الآخر بنزول، تأخذ الوسط وتدفع، تذهب إلى الشركة نفسها وتقول أنا قد استهلكت. بس لازم تأخذ وسط، يعني لازم تأخذ وسط. آه طبعا، مش هتورط في خزينة. نعم، يبقى لازم تأخذ وسط. آه طبعا، مش تروح تقول للموظف خد السين وتمشي. لا طبعا، تذهب وتأخذ الوسط على ذلك. نعم. وبرئت ساحتها بفضل الله لفعلها، وأدت ما عليه. جزاك الله، وأدت الحقوق لأهلها. جزاك الله خير، عشان تبقى ضمنت انها وصلت. الحمد لله. جزاك الله خير. واياك شيخنا الكريم. مساله ان هم معهم اعزكم الله شيء يريدون بيعه، يعني هم يريدون القرض، هم يريدون المال. وصفها الشرعي. نعم. في المعاملات اسمها العينه. عندنا معاملتان، معامله العينه ومعامله التورق. معامله العينه، الفرق بينهم، معامله العينه ان يبيع ما يملك نقدا، تقسيطا، اسف، منجما بالتقسيط، ويشتريه منه نقدا على اتفاق. عائشة قالت زيد بن أرقم، قالت أبلغيه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انشغلتم بالزرع وتركتم الجهاد، وقال وتبايعتم بالعين صلت الله عليكم ذلا إلى آخر حديث، لا يرفعه حتى يراجعه دينه. فبيع العين محرم باتفاق الأمة، غير ان الشافعي قال ان لم يكن الاتفاق المسبق فرجل امتلك سلعه فباعها واشتراها بعد ذلك مملوكه في ظاهر العقود، لان دي اصول الشافعي. اصول الشافعي في المعاملات هي انه ياخذ بظواهر العقود لا ينظر في البواطن. لكن الحق انهم ايضا في الشافعيه قالوا ان اتفق، يعني كان في اتفاق وظاهر الاتفاق بينهم، خلاص انقلبت الى ربا فلا يجوز. والسائله حضرتك اعلم بها لانها سالت قبل ذلك، صحيح؟ وزوجها اللي سال، يبقى بين انه يريد المال، يريد الورق، وحتى الوالد يعلم، فحتى لا يدخل بانه اخذ قرض وزاده، ادخل بينهما البقره. وهذا كلام ابن عباس، قال هي دراهم بدراهم بينهما حريره. اليوم نقول لها هذه دراهم بدراهم بينهما بقره، فصار الامر على مصارفه المال بزياده، فوقع الربا. يعني لو خد منه 1000 جنيه وهيرضوه 1000 جنيه، او ربا النسيئه ايضا معاه، ووضع عنده البقره عزك الله زي رهن. خلاص، لكن لو وضع عنده البقره رهن لا ياخذ زياده، يعني لا ينتفع. لان القرض لو انتفع بفلس وقع في الربا، يعني كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تمام، لو ام 10000 والبقره عنده، وبعد كده ممكن يرد له ال 10000 وياخد مثلا، يعني البقرة لو ما في اتفاق. هو الرجل اراد ان يكرمه، بس ده ابوه، ما هو اراد ان يكرمه. نعم. لا، ما هو حتى ولو كان، لو اشترط عليه، لو قال البقره اجعلها رهنا ال 10000، بعد 6 اشهر هاخدها 10500، يبقى اذا وقع في ربا، كل قرض جرى نفع فهو ربا. لكن له مخرج دون ايضا الاتفاق ودون ان يعلم الاب بهذا الكلام، يعطيه البقره رهنا وهو يزيد من عنده. لأن النبي ماذا قال؟ قال خيركم أحسنكم قضاء. إذا كان تبرعا من غير اشتراط، يعني أيوة، إن كان تبرعا جاهز. جزاك الله خير شيخنا الكريم. نعم. أبو آسر، هل يجوز في الصلاة وفي أثناء التشهد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد؟ نعم، صلى الله عليه وسلم وآله وبيته. نعم. أولا لابد أن يعني نلفت الانتباه لشيء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من التشهد. نعم، هي ليست من التشهد، لكن هو الكلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل واجبة أو غير واجبة؟ خلاف بين الفقهاء. الشافعي فقط أكد على أنها واجبة، وابن حزم طبعا يرى بأنها حتى في التشهد الأوسط تبطل الصلاة فيها. الجمهور على أنها مستحبة،
في التشهد الاوسط مستحبه، والخلاف بينهم القوي في التشهد الاخير، هل هي واجبه ام لا؟ والصلاه على النبي قد جاءت بست سير. ابن مسعود يقول في الحديث: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. في روايه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال بيته وذريته. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته. فهي قريبه من الصيغه التي تكلم فيها الاخ، فجاء النص بها، فله ان يقول بذلك. وهي فقط الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الوجوب هنا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغه من الست صيغ. ترك زوجه وابناء ذكور واناث. ام هؤلاء الابناء اللي هي الزوجه يعني لا تريد نصيبها وتريد ان توزع نصيبها على ابنائها، يكون نعم. بالتساوي الذكر مستحضر. العفو يا مولانا نعم. ده عشان المشاهد بس يبقى عارف السؤال نعم. لكن انا على نعم. راسي حضرتك يا ربنا يبارك لك يا رب يبارك لك. التقسيم يكون ازاي يا شيخنا الكريم؟ هو الان المراه يكون لها الثمن نعم لوجود الولد، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد نعم. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هو الثمن من بعد وصيه. فهي لها الثمن والباقي اولاد ذكور واناث للذكر مثل حظ الانثيين. هي تريد بالثمن تتبرع كالسائل صحيح، تتبرع به. فهو بيسال هل تكون على التقسيم الشرعي ام بالسويه. وحضرتك يعني لماح بفضل الله الذي فعله، وذاك فضلك، نسال الله الذي فعله ان يسال. فقلت له: هي هبه. يبقى هي ما دامت هبه سنقول الخلاف بين الفقهاء. الجمهور يقولون في الهبه والعطيه تنزل منزله الارث، يعني من الفضل، لان هذا تقسيم قسمه الله فهو يعلم الاحوج قسمه بذلك. فالاولى ان يعطي، ان تعطيهم في العطيه للذكر مثل حظ الانثيين. هذا قول الجمهور. اما الحنابله قالوا: لا، العطيه غير الارث، الارث له احكام وحكم، واما العطيه من اجل البر، لان النبي صلى الله عليه وسلم عادل المساله بالبر. قال: اتريد ان يكونوا جميعا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا اذن، يبقى العطيه تكون سواء. والحق ان الحق هنا اقرب مع الحنابله، وهم اسعد الناس بالدليل. يعني في الهبه اثناء الحياه يسوي بين الذكر والانثى لعموم قول النبي نعم. سووا بين اولادكم في العطيه نعم. فالحنابله اقرب الى الدليل من الجمهور، خلاف راي الجمهور يعني. خلاف راي الجمهور. جزاك الله خير. النمص تعريفه، ولو الشعر يعني اعلى او اسفل الحاجب، هل يجوز للمراه ان تاخذ من هذا الشعر؟ انت اسمح لي اقول بتعريف النمص بقى بالاعلى الاول وبعدين بالادنى. بالاعلى انا معي دقيق. طب يبقى نسرع. ابن جرير الطبري يرى بان النمص هو اخذ شعر الوجه، لذلك قال: المراه لو طلع لها شارب او لحيه لا تاخذ، لا يجوز، تدخل في اللعن، لعن الله النامصه المتنمصه. فقال: تدخل في اللعن. هذا كلام شديد، حتى ولو كانت المراه ستطلق. وايش ما الذي يحدث هذا؟ وبعدين الحق انه ليس من اصل الخلقه لحيه او شارب. فالحق كما قال النووي ان النمص هو اخذ شعر الحجب. يعني كلام اخذ من شعر الحجب. الكلام المذكور الان مردود عليه، مردود عليه، وهو خلاف راي الجمهور، وهو هذا عشان الناس اللي بتمنتج. اخشى ان يكون، اخشى ان يكون كلام اصاله شاذ. تمام نعم. فقط النمص هو اخذ من شعر الحجب، وعندنا عموم لعن الله النامصه والمتنمصه. الفقهاء اختلفوا في ذلك. فالشافعيه يرون بان المساله على اذن الزوج، ان كانت امراه ذات زوج إذا أذن لها الزوج لها ذلك، لحديث عائشة. وأنا فصلت القول مع حضرتك قبل ذلك في هذا الباب. وأنا حديث فيبقى إذا يرجع للتفصيل، لكن أنا أجمل هنا أقول: لا يجوز لها أن تأخذ من شعر حاجبها، ولها أن تستعيد عن ذلك بالمنظر الجمالي بالتشقير، لأن الشرع لما أغلق بابا فتح أبوابا نعم. فهي بالتشقير، والتشقير بيجلس مدة، مش بيزول في اليوم، بيجلس أسابيع، فتبقى منظر جمالي. تفعل ذلك والشعر اللي هو فوق الحاجب او تحت الحاجب تفعل الـ وايضا لو يبقى لها، اسف اللفظ، لو كان الشعر الحاجب نزل على العين يعيق الرؤيه، هذا الذي يجوز قصه على اساس الضرات تبيح المحظورات، لكنها تقدر بقدرها. ونسلم مع عموم قول النبي: لعن الله النامصه والمتنمصه. نعم. معايا سؤالان، سؤال البنوك وسؤال ام اسلام، وبتصلي وهي واقفة لمرضها. نأخذ هذا السؤال شيخنا الكريم. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هي مفتيت نفسها في هذا الباب،
إذا قامت وغيرت نفسها لا تستطيع أو الألم سيشتد عليها، لا لا لا، ما جعل الله عليك من حرج، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فصلي قاعدا، فإن لم تستطيعي صلي على جنب متجهة إلى القبلة، وديننا كله يسر ولك تمام الأجر. الاستطاعة، نعم، ولها تمام الأجر. اتقوا الله ما استطعت. سريعا، البنوك شيخنا الكريم وفوائد البنوك. البنوك، هي السائلة تقول تضع المال في البنك حفاظا على المال ليس للفائدة. نعم. وبعدين جاءت نافلة السؤال تقول طب لو فيها فائدة أخذ أو لا. أولا لك أن تضع المال في البنك أو في أي بنك من باب تأجير الخزانة لحفظ المال، لأنه تخشى عليه، فلها أن تؤجر الخزانة وتدفع عليها مال. لكن إن كان فيها بردود وفيها فوائد أنا أقول لها لا تأخذيه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. تأخذه وتتخلص به في أي مصلحة عامة؟ تأخذه. تتركه في البنك؟ ما تأخذه، نعم. طيب، ما تأخذ الناس تكون أكلت وأكلت، ما تأخذه لغارم لمصلحة عامة، رصف طريق، ستأخذ. يبقى ستنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله. ده محتاج وقفة يا شيخنا، محتاج كلام. يبقى نفصل فيه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. دكتور محمد حسن عبد الغفار، إني أحبك في الله، حبك الذي احتني فيه، ومتعكم الله بالصحة والعافية. أحسن الله إليك. وإليكم أحسن الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر